قضت الشرطة السويسرية بالقوة اعتصاما طلابيا متضامنا مع غزة في جامعة جنيف، وأظهرت مقاطع فيديو لحظات تدخل عناصر من الشرطة السويسرية لإنهاء اعتصام الطلبة في باحة الجامعة، كان يطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. وكان طلاب في الجامعة قد نظموا الاعتصام مطالبين إدارة الجامعة بالاعتراف بما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وبالمقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية.